اهلا بكم متابعين فاستاذ، رجعنا لكم في لقاء جديد. احنا على مشاريف شهر رمضان، وبطبيعه الحال الكل كيعرف انه كيعتبر شهر الاستهلاك بامتياز. فباش نناقشوا الاستهلاك ديالنا في شهر رمضان، معنا سي علي شتور بصفته رئيس الجمعيه المغربيه لحمايه المستهلك. اهلا بك سي شتور. اهلا، شكرا على الاستضافه، واتمنى رمضان كريم ان شاء الله للمواطنين والمواطنات. وحنا بدورنا كنتمنوا للمشاهدين كاملين رمضان كريم. سي شتور، بغينا نعرفوا شنو هو الدور ديال حمايه المستهلك في هذا الشهر الكريم. حمايه المستهلك وهو عنده واحد الدور، انا كنهضر على الجامعه المغربيه لحقوق المستهلك المنضويه تحت اللواء، اللي هي كنتكلم على الجمعيه اللي احنا فيها، هي جمعيه حمايه المستهلك المنضويه تحت لواء الجامعه المغربيه لحقوق المستهلك. والدور ديال الجامعه هي عندها واحد الدور في المجتمع، دور كبير، لا في العمليه ديال التحسيس ولا في العمليه ديال التوجيه، وكذلك الاقتراحات. حنا ما سؤال وجيه، مادام ان واحد العدد كبير ديال المواطن المغربي او المستهلك المغربي كيقول دائما يتساءل ان هي انا هو الدور ديال الجمعيه داخل المجتمع. نحن موجودين في كل مكان، وهنا كنبغي نوصل المستهلك المغربي بان الجمعيه ديال حمايه المستهلك اللي واحد العدد كبير ديال الجمعيات اللي هي منتشره على الصعيد الوطني في جميع المدن، وتقدر ب 70 جمعيه كلها تابعه للجامعه المغربيه لحقوق المستهلك، وتعمل في هذا الاوقات من التاسعه الى الرابعه، وهي في خدمه المواطن المغربي وفي خدمه. شنو التدابير او المجهودات اللي كتقوم بها حمايه المستهلك في هذا، خاصه في شهر رمضان؟ بالنسبه لشهر رمضان احنا عندنا واحد العمل كبير، وهو ان التحسيس، وكنحاول ما امكن باش نوصلوا للمستهلك المغربي ونعلموا الثقافه الاستهلاكيه والترشيد الاستهلاك. ديال الاستهلاك هذا هو اللي مهم. وي حنا على ذكر الترشيد الاستهلاك، بما اننا كنعيشوا على والعالم كامل كيعيش على واقع هذه الازمه الاقتصاديه، فهذا خلى البعض ان يعني يرشد الاستهلاك ديالو كيما كنقولوا حنايا بلا ما يكون هو باغي يرشدو، ولكن الظروف حكمت ان يرشد الاستهلاك ديالو. ولكن البعض مع العلم انه حنا كنعيشوا في ازمه اقتصاديه والظروف اللي محيطه بنا، ولكن مع ذلك باقي كيستمر في نفس الطريقه اللي كان كيعيش بها قبل من الازمه، باقي كيشري يعني المواد بواحد الكم كبير، باقي كيبدل بشكل كبير. فشنو النصائح اللي تقدم لهذه الفئه هذه؟ انا هنا كنتكلموا على التدبير ولا التدبير للتبذير. كاين فرق بين التدبير والتبذير. الانسان الا كان كتكون عنده واحد الترشيد في ديال الاستهلاك، غادي نكونوا كيعيش غادي يعيش واحد الحياه اللي هي حياه كيحس براسو بواحد السعاده، رغم المشاكل اللي كاينه، رغم ارتفاع الاسعار، ولكن هو الا كان كيحس كيفاش يعيش اليوم ديالو على حسب على سبيل المثال. انا كنعرفوا دابا حاليا بان الارتفاع ديال الاسعار واحد العدد كبير، نخليو الارتفاع ديال الاسعار جانبا، ولكن نبدا حنا انا كيفاش غادي في اي مرحله، اذا كانت الاسعار طالعه كيفاش غادي نعيش، كانت الاسعار نازله كيفاش غادي نعيش. علاش الانسان كيمشي دائما خاصو دائما اي ملي كيكون ملي كتكون هذا المنتوج من الخضار من الفواكه كتكون رخيصه، كتلقى كيمشي كياخذ واحد 3 كيلو 4 كيلو 5 كيلو، حيت علاش رخيصه؟ وهنا شنو كيدير؟ بلا ما تيحس كيدخل في ذاك الارتفاع الاسعار بواحد الطريقه اللي هي ما عرفتهاش. كيجي الطلب اكثر من لا بحالاش. دابا الوقت كنخلي هذا السؤال دابا نتكلموا عليه، هو انه ملي كيدي واحد 3 كيلو ولا 4 كيلو، يمكن هو في التخزين ديال هذيك، نعطيو على سبيل المثال الطماطم ولا شي حاجه، كياخذ 3 كيلو 4 كيلو، ولكن ما كيعرفش يخزنها، كيحطها غيتمشي ياكل فيها كيلونس كيلوحه، بمعنى انه الا خذها ب 7 دراهم ولا 8 درهم، راه ولا واخذها ب 16 درهم بدون ما كيشعر، ان هو دخل ساهم بان في الدراسات بواحد الطريقه او اخرى. هذه من جهه. بالنسبه كما قلتي بان الانسان حتى في التخزين كاين واحد العدد كبير ديال المواطن المغربي او المستهلك المغربي، حتى كتلقى الثلاجه ديالو دائما عامره، خصو يدير كيقول لك الا ما كانش الثلاجه عامره ما كاين، ولكن لا،
راه ملي كتكون الثلاجه عامره ما كتعرفش اشنا هو المساله اللي هي قديمه عندك والمساله اللي هي جديده. علاش ما كنمشيش ناخذ واحد نمشي نتقضى؟ غادي نمشي كل يوم ناخذ انا سكيل، الا كان المسائل اللي هي غاليه فيها 12 14 كذلك بحال المطيشه ديال اليوم اللي طلعت 13 درهم، وان البصلات طلعت ما بين 14 حتى 16 درهم على حسب الجوده. حنا هنا ما غاديش اي كاين مشكل كاين هذا، ولكن حتى حنا نمشيو ناخذ مع القدر اللي غادي يكون غادي نستهلكو في يومي، ويمكن في 3 ايام 4 ايام غادي تنزل وغادي نكون انا رابح، كنمشي ماشي رابح في هذا، ولكن كناخذ الاشياء اللي غادي يمكن الاحتياجات ديالي في اليوم. فعلى ديك الاثمنه ديال الخضر والفواكه والاثمنه اللي طلعت، فاحنا كنعرفوا بان كاين واحد الموجه ديال الغلاء اللي كنعيشوا على وقعها دابا، ولكن هذا الغلاء هذا راه نتج عليه تطرفات اخرين. ملي كتلقى بان القدره الشرائيه انخفضت على اثر الازمه الاقتصاديه، ومع ذلك الناس كيبقاو احتياجاتهم ما احتياجاتهم، فهذا الشيء كيخليهم يمشيو يلجؤوا للمنتجات المجهوله المصدر او المنتوجات اللي بديله لهذوك المنتجات او شبيهه بها. فهنايا كنظن شكون هو المسؤول على انه يراقب هذه المنتجات وتاكد من السلامه ديالها باش نحافظوا على الصحه ديال المواطن، باش ما نوليوش عاوتاني كنخسروا فلوس على الصحه ديالنا اللي يمكننا ممكن ان نتفاداوها بشراء شي منتج اللي جوده ديالو مزيانه. يعني حنا هربنا من المنتج بسبب الغلاء، فحنا في ازمه اخرى اللي هي ازمه صحيه اللي غنخرصوا عليها اكثر. فشنو تقدر تقول في هذا الموضوع؟ غادي نبدا بكلمه المراقبه، لان سمعت كلمه المراقبه وهي اساسيه. ان المراقبه ملي كنتكلموا على المراقبه دائما كنقولها في البلاطو هذا، كنقول المراقبه حنا كنطالبوا كجامعه مغربيه لحقوق المشترك دائما وفي كل جلسه كنقولوا بان خص تكون مراقبه اللي هي مستمره وليس يعني مراقبه موسميه. ماشي حنا فاش كنجيو كيكون العيد خصنا نقولوا خصنا ندير مراقبه، راه كاين عيد، كان رمضان ندير مراقبه لان كاين رمضان، في عيد الاضحى نتكلموا على الحوله. هذا شتي دابا حاليا حنا دابا كاع نشوفوا بعيد، غنشوفوا في واحد شهرين غادي يكون عندنا الناس كتكلم على الخروف وتكلم. راه خص الدوله دابا تدعم داك الفلاح، اللي داك الفلاح اللي دعم من دابا راه دائما كيكون في صالح المستهلك، غادي يكون ما خسرش بزاف ديال هذا، ما يكونش عنده مصاريف، وهنا بالتالي غادي يكون المواطن المغربي غادي يستافد من هذيك الدعم. هذه من جهه. القضيه ديال المساله اللي قلتي لي بان المواطن المغربي ملي كيكون الاسعار طالعه، حنا كنقول ملي كنتكلموا على الاسعار ما نتكلمش على الاسعار، وهو هذا كتخضع دائما للعرض والطلب، ما غاديش ندخلوا بان الاسعار هي حره، وهذا تابع للقانون 104 12 المتعلق بحريه الاسعار والمنافسه، ما كنهضروش عليها. ولكن تكون ماشي كنقولوا بان يسمع الانسان بان الاسعار حره وغادي يبدا يدير الشجاع يبدا يزيد على الناس ادويه كل الناس، لا ما يمكنش كنكون واحد المنافسه اللي هي شريفه، ولكن انت غادي تاخذ واحد هامش ديال الربح، داك الهامش ديال يكون معقول اللي يكون الانسان كيفكر فيك. انا نعطيك على سبيل المثال، كاين واحد القضية كل واحد ينطلق من المكان ديالو، ما نبقاش نبقى نقولوا دابا انت واحد الانسان كنقولوا بقال ملي كتكلم معاه انت في الموضوع ديال الجزار ولا هذا كتقول له اللحم طلع وهذا اجي قبل ما تكلم تاع اللحم طلع راه نشوفك انت بداك البقال علاش كتزيد 4 دراهم وداك الشيء، حتى لا ميم شوز. وهنا ملي كنتكلموا على الجزار كيقولوا دابا البقال طلعت هذه طلع هذا، تنطلق كل واحد ينطلق من الموقع ديالو، كتكون محب هذا الشيء كامل شنو هو. وهنا الانسان دائما يفكر في المواطن المغربي ويفكر في هذيك الطبقه الهشه اللي هي حاليا تعيش، كل واحد كاين الانسان اللي كيعيش اليوم ديالو ما كيعرفش غدا اش غادي ياكل، ما عندوش، لان كاين واحد العدد كبير اللي وصل الحضيض. والمشكل كيما ديما كنقول المشكل اللي هو كبير، وهو ان الطبقه المتوسطه اللي هي المحور ديال الاقتصاد المغربي ومحور ديال اي اقتصاد، ملي هذيك الطبقه
كتنزل دابا تقريبا واحد 10% ديال ديك الطبقه نزلت الحافه ديال الفقر، لان علاش كاين واحد العدد كبير اللي يمكن ما بقاش فقد العمل ديالو وقع واحد مشكل كبير. لهذا الانسان دائما الى بغى ينطلق يتكلم يتكلم من 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 الواقع ديالو. ففي الختام ديال حلقتنا اليوم بغيت نسلط الضوء على الوضع اللي كيتعرفوا حمايه المستهلك سواء في رمضان او بعد بصفه عامه. حمايه المستهلك في المغرب شنو الوضع اللي كتعيشوا؟ حمايه المستهلك هي دائما عندها واحد العمل اللي هو عمل جاد وعمل اللي كيمكن دائما كيخدم المواطن المغربي او المستهلك المغربي من ناحيه الاسم. إذا كنت تكلم على الاستهلاك تكون عندنا ديما كنحاولوا ما امكن نوصلوا داك المواطن المغربي تكون عنده واحد ثقافه استهلاكيه وكنخرجوا وكنحاولوا ما كان ما امكن كننوروا هذاك المواطن لا عبر حنا دابا هنا علاش كنديروا حنا لجينا باش ننوروا هذاك المستهلك بان راه كاين كاين واحد تكون عندك واحد ثقافه استهلاكيه تكون عندك ما يكونش عندك التبذير ما يكونش عندك يكون ترشيد الاستهلاك ديال الاستهلاك لا لان الا كان شوف حنا ورغم هذا وكنطالبوا دائما حنا شنو العمل ديالنا عمل كندير واحد عمل تحسيسي وعمل توجيه هو اكثر كاقتراح اقتراح اللي كنديروا كنديروا اقتراحات كثيره للحكومه بمعنى بحال دابا في ارتفاع الاسعار كنا قلنا بحال هذا الشيء هذا وفات لنا سبقنا قلنا بان خص الحكومه تدخل مادام رمضان هذا وعلى الابواب علاش ما تدخلش بحال دابا داكشي ديال ديال الصادرات اللي واحد العدد كبير ديال الفلاحه التجؤوا كلهم للصادرات لان علاش فيها واحد لان الصادرات كيف فيها ربح كبير ولكن حنا ما كنقولوش ان الدوله محتاجه بان تكون عندها تدخل العمله الصعبه ولكن خاصها تقننها وحنا كدوله ولا اللي هي دولة فلاحية وسياحية ما خص يكون عندنا اكتفاء ذاتي. ملي كنقول الدولة فلاحية خص يكون عندنا اكتفاء ذاتي نشوفوا حنا بعدا المواطن المغربي يعيش في امن وامان ومن بعد هذا لان الا كان كنقولوا دائما الا كان عندنا واحد الامن اللي هو امن غذائي وامن مائي وامن ديال ديال الطاقي غادي تكون امن ديال ديال الاجتماعي امن الاجتماعي. هذا هو اللي بغينا نوصل ليه وكنحاولوا ما امكن نطالب المستهلك المغربي باش اش غادي يدير لان حاليا المواطن المغربي خص يحاول يتاقلم ياخذ دائما ما هو اللي غادي يكون الشيء الاساسي ما يحاولش وما يحاولش يبدل. حنا الناس اللي حنا مغاربه معروفين الحمد لله بالكرام دائما في رمضان تكون واحد البلاد ولكن الظروف حكمات نمشيو على حسب الظروف وهذا هو اللي كاين. راه الا كانت عندنا هذه الفكره هذه ماشي حنا واحد العدد كبير انا نقول لك واحد القضيه عندنا واحد الثقافه ويمكن كاع نقولها ماشي ثقافه نقولها ظاهره ان الانسان كتلقى الاب كيجي كيدخل للدار في رمضان لابد يجي معاه حلوى يجي معاه خبز يجي معاه لان كيتشهى واحد الحاجه الابن حتى هو جا السيده حتى هي في الصباح تقدات ملي كيتحط داكشي كتلقى عندك واحد 6 ديال الخبزات 12 ديال يعني كيكون تبذير كيكون تبذير كياكل منها جوج وهو ما يمكنش مازال تقول لي غدا غادي ياكل هادشي راه ما يمكنش لان صايم هذاك الشيء كامل كيتبدل وهذا ماشي معقول. وهنا كعلاش ما كنهضروش على بان الاسراف هذا اسراف في الطعام فعلا. وشهر رمضان شهر كيخلينا اننا خاصنا نتحكموا باش يعلمنا اننا ما يعني نكونوا ضد الاسراف فبالتالي كنبقاو ان خاصنا نلتزموا بالحويجات اللي مفروض علينا في شهر العباده لانه شهر العباده ماشي شهر الاسراف. فهذا هو نهايه حلقتنا اليوم مشاهدينا على امل ان نتلاقاكم في لقاء جديد مع ضيف جديد وموضوع جديد ورمضان كريم.